شوفوا اخوتي هذا الحانوت تاعنا تاع بابا عروج في سكالة. عندنا هنا واحد الجارة فوقنا تخدم في البلدية معها العصابة كما قال لك شيطونة باش دينا الوراقي تاع الحانوت هذا باش نخدمو. ومن بعد ولا ترمي علينا الماء. شوفوا الماء فايح مكاش لي حد يشري علينا. شوف تقرا عيني عينك باش ما يخلوناش نخدمو. ديجا هي هدتنا بالغلق ديجا ما دارت لنا تويسويسه ما انا نخدمو ما طلعت لنا في الخدمه ما والو. شاهدوا ماذا حدث لهذه المرأة الجزائرية بحي سكالا بالجزائر العاصمة. هذه المرأة من ولاية تيارا استأجرت محل لكسب لقمة عيش لبيعها للكسرة والمحاجب، فتعرضت للظلم من قبل امرأة تسكن فوق محلها تعمل في البلدية. شاهدوا ماذا فعلت لها. شوفوا اخوتي هذا الحانوت تاعنا تاع بابا عروج في سكالا. عندنا هنا واحد الجارة فوقنا تخدم في البلدية معها العصابة كما قال لك شيطونة باش دينا الوراقي تاع الحانوت هذا باش نخدمو. ومن بعد ولا ترمي علينا الماء. شوفوا الماء فايح مكاش لي حد يشري علينا. شوف انا مصباح سيقو مكاش لي بغا يشري علينا. كان عندنا شراع معها اليوم في دار الشراع. شوف شوف كي راهي تقاطر علينا. شوف وما مسخ شي تاع لي نقي ولا يدخل يقولك مفتوحة ما نشريش. شوف هذا هذاك سيقناه ومازال باقي لي طراس تاوعه. ها هو هذا حانوت تاع خدمة تاع كسرة ومحاجب. يا هل ترى يجوز فيه ترمي فيه مفايح هكا؟ شوف هذا اللي يجي يخدم على روحه وعلى وليداته يصرى له هكا يقول لك انتوما برانيين انتوما ماكوش منا جيتو تزاحموا فينا من تيارت وجيتو تزاحموا فينا. شوفوا شوفوا يا مسكي جبنا تاع الاوربانيز حبساته كان في عنده شهر ويسيل حبساته يا مس باش ما كي ما يلقاو حتى طراسها وحقرونا يا مس قالوا لي مكاش الماء وراكم غير تكذبوا عليها. شوفوا يا خالتي شوف هاي مرات حطوا رواحكم في بلاصه هادو اللي راهم يجوا يشرو علينا يقول لك لا ما نشريش الماء فايح راه عندكم ما نشروش. اشكون انت كي تشوف الماء هكا ويتقاطر الا تدخل تشري ولا ما تشريش؟ ها شوف الا تقدر تشري ولا ما تشريش؟ شوف شوف تقرا عيني عينك باش ما يخلوناش نخدمو. ديجا هي هدتنا بالغلق ديجا ما دارت لنا تويسويسه ما انا نخدمو ما طلعت لنا في الخدمه ما والو. شوفوا حقرونا قال لك من تيارت ما تسالوش هنايا. شوف كارين هيا هذا الحانوت ما ربحناش فيه صارتنا كاع راحت. شوف هذه هي كيما تخدم من الشاب تخدم من الناس ما